وجعل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، بل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، بل أفضل من صلاتها في المسجد الحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم كما صح بذلك الحديث. أنا والله كزلمة يجيني هيك أجر، عيب علي إذا بروح على الجامعة. يجي زلمة هلا يعترض، طب إيش معنى هي هيك؟ طب ما هي مثل الأدين والأجرين والمسجد حدها مثل مرتي قاعدة بالبيت، ليه أنا بدي أروح وهي بتضل؟ تفاضل، هذا رب العالمين جعله، والتمايز هذا رب العالمين جعله. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال: إني أعلم أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك معي في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم في أي مسجد كان يصلي؟ في المسجد النبوي. فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها حتى في بيتها في حجرتها يعني بغرفة النوم تبعيتك، إذا في مساحة طبعا مش تطلع فوق التخت، أفضل من صلاتك بالصالون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.